ورحمة الله وبركاته. توبيك المحاضرة بتاعنا النهاردة المايتس، استكمالا لمحاضرات الارثروبودز ان بارسيتولوجي. عندنا المايتس تبع كلاس اراكنيدا. زي ما انتم عارفين الارثروبودز ديفايد انتو 3 كلاسز، كلاس انسكتا وكلاس اراكنيدا وكلاس كراستيشن. في الكلاس اراكنيدا اخدتوا التكس، وتاني توبيك عندنا هما المايتس. عندنا 3 important species، 3 species causing diseases to man. اول سبيشيز عندنا الساركوبسس كابياي، تاني سبيشيز ديمودكس فولكلورام، تالت سبيشيز ترومبيكيولا اكاموشي اند هاوس داست مايتس. اول سبيشيز هنتكلم عنها هي الساركوبسس كابياي، ديستريبيوشن كوزموبوليتان، كوز ديزيز كولد سكيبس اللي هو مرض الجرب المرض الجلدي اللي طبعا كلنا عارفينه. ديزيز از كومن امونج اوفر كراودد بور اند ديرتي كلاسز اوف بوبوليشن. المورفولوجي عندنا بتاع السيركوبسس كوبياي بتكون جراي ان كولر اند اوفر ان شيب. طبعا السيركوبسس كوبياي او المايتس عموما تبع كلاس اراكنيدا، لها جنرال كاركتر ان هي بتتكون من كيفالوثوركس اند ابدومن، ولها فور بيرز اوف ليجز، وفي طبعا ميل وفيميل. تو ديفرنشيت الميل فروم فيميل باي ليجز. عندنا anterior two pairs end by suckers in both male and female, while posterior two pairs of legs end by bristles in female and in male. Third pair end by bristle while four pairs end by sucker. زي في الصورة قدامنا كده اللي على اليمين الفيميل مفيش مشكلة، الانتيرير تو بيرز زي ما قلنا اند باي سكرز، البوستيرير تو بيرز في الفيميل اللي على ايدنا اليمين اند باي بريستلز اللي هي الخيوط الطويلة دي. الصورة اللي على ايدنا الشمال ده الميل، لو بصينا على البوستيرير تو بيرز الثيرد بير اند باي بريستل والفورث بير اند باي سكرز. نيجي بعد كده لللايف سايكلز بتاعت الساركوبتس كابياي. اللايف سايكل هنا في الساركوبتس طبعا هي تبع كلاس اراكنيدا، والكلاس اراكنيدا معروف ان النوع الميتامورفوزس فيهم بيكون جرادوال ميتامورفوزس. يعني ايه؟ يعني الايج بتدينا لارفا، واللارفا بتدينا نمف، والنمف بيتحول لادلت. طيب الفيرتلايزد فيميل ساركوبتس ادهيرنج تو سكان اند بارو تورشوس تانلز، بتعمل زي نفقات كده او نفق في الابيدرمس اند ديبوزيت اتس ايج. الايج بتكون لارج اوفال حوالي 150 × 100 مايكرون. ذا فيميل ريمين ان ذا بارو فور اتس لايف تايم. طيب تمام، الفيميل عملت ديبوزيشن للايجز، الايجز هتتحول زي ما قلنا للارف، واللارف هتتحول لنمف، وبعدين النمف هتحول للادلت ستيج. العمليه دي كلها والماتيوريتي دي اوكير وذن 2 ويكس افتر الايج ديبوزيشن. ماشي تمام. يبقى اتكلمنا في الساركوبتس عن المورفولوجي و هاو تو ديفرنشيت ميل فروم فيميل، واتكلمنا عن اللايف سايكل. نيجي للميديكال امبورتنس للساركوبتس كابياي كوز ديزيز كولد سكيبس، وقلنا ان هو كومن امونج الاوفر كراودد وبور اند ديرتي كلاسز اوف بوبوليشن. مود اوف انفكشن عن طريق الدايركت كونتاكت، يبقى هو كونتاكت ترانسميتد ديزيز. طب الهابيتات، عايش ان انتراكوتينوس تانلز، بيبقى موجود في تانلز بتوين الفينجرز والتوز والالنر سيرفيس اوف ذا ارم، الالبو، الاكزيلا، الجراين، البريست، الامبلايكاس، الشولدر والباك اند باتوكس. الهيد والنك ار نوت افكتد. الباثوجينيسيس عندنا اند كلينيكال بيكتشر للسكيبز، الاكتيفيتي اوف مايتس ار يوزوالي اوكير ديورينج نايت. عشان كده العيان بتاع السكيبس دايما بيجي بشكوته الاساسيه ان بيبقى عنده سيفير اتشنج سبيشالي ات نايت، وبالتالي بيترتب عليه ان العيان ده ما بيعرفش ينام فبيكون عنده انسومنيا، ونتيجه الاتشنج السيفير دوت بيكون عنده سكراتشز، وبيحصل فيها ممكن يحصل على السكراتش ماركس دي او السكراتش دي سكندري بكتيريال انفكشن، ويجي العيان دوت بفيزيكلز وباستيولز مليانه ايه بص. دي صور توضيحيه للديستريبيوشنز ل الراشز بتاع السكيبز between the fingers and the wrist around the umbilicus الباك والالبو والاكزيلا.
الدياجنوزز طبعا بنعتمد في الدياجنوزز كلينيكالي، وعن طريق ان انا افحص العيان كلينيكالي. العيان ده طبعا بيجي بشكوته الاساسيه اللي هو السيفير اتشنج سبيشال ات نايت. لما بنيجي نعمل نفحص العيان بنلاقي ديستريبيوشن على السكين بتاعه في نفس الاماكن اللي بيجي فيها السكيبس، بنلاقي واحنا بنفحص برده في سكراتشز، وممكن نلاقي فيزيكلز وباستيولز. ولو جبنا ماجنيفاين لينس وقربنا هنلاقي التانلز موجوده، ممكن ناخد منها سكراب مسحه ونعمل لها اكزامينشن فيها نلاقي فيها السركوبتس. طيب التريتمنت العيان دوت بنعالجه ازاي؟ لازم يبقى فيه باسنج، ياخد استحمام يومي every day with sulfur soup for 5 days، ويعمل اتشينج الانترنال كلوزز بتاعته and the bed lining، ويستخدم sulfur ointment بتركيز من 10-15% على affected area، او يستخدم بنزايل بنزويت 25% على البودي بتاعه. الكنترول والبريفنشن ان لازم يعتمد الاساس على هيجين البرسل هيجين وافويد كونتاكت مع البيشن. تاني سبيشن عندنا اللي هي الديمودكس، الاول بنقول عليها الهير فوليكل مايت. المورفولوجي بتاعها زي ما باينه هنا في الصوره، طبعا قلنا ان هي تبع كلاس اراكنيدا ودي سبيشيز تبع المايت، فلها نفس الكاركتر اللي هي البودي بتاعها بيكون من كفال وثوركس وابدومن، بس بتكون الونجيتد زي ما موجوده في الصوره قدامنا، وبنلاقي في ترانسفيرس استرياشن موجوده على الابدومن بتاعتها، وبرده في ميل وفي ميل. تمام. اللايف سايكل بتاعتها الهابيتات الدوميدكس بتبقى موجوده في الهير فوليكلز والسبيشس جلاندز اراوند النوز والايليدز والماوس اند فيس، عشان كده الديزيز اللي بتعمله بتعمل الاكني اللي هو حب الشباب. الفيميل ديبوزيتس الايج، والايج برضو نفس الوضع بتدينا اللارفا، واللارفا بتدينا النمف، والنمف بتدينا الادلت، لان الميتامورفوزس برضو بيكون زيها زي الساركوبتس وباقي السبيشيز بتاعت المايت، بيكون جرادوال ميتامورفوزس. اللارفا عندنا بتدينا النمف، وبعدين النمف تدينا الادلت. طب اللارفا بتبقى شبه الادلت بس بيكون ليها 3 بيرز اوف ليجز مش 4 بيرز اوف ليجز زي الايه الادلت. تمام. في حاله الدومودكس ممكن نلاقي اللارفا والنمف والادلت الثري ستيجز موجودين ان ذا سيم فوليكل اور سبيشيز جلاند، يعني ممكن واحنا بنفحص نشوفهم الثلاثه ستيجز موجودين مع بعض. المود اوف ترانسميشن برضو عن طريق الدايركت كونتاكت مع البيشنت اور باي يوزنج ذا كونتامينيتد تاولز. تمام. الباثوجينستي العين ده بيجي لي باكني زي ما واضح في الصوره كده، ويبقى عنده بلاك هيدز اللي هي الرؤوس السوداء ديت، وبيكون عنده درماتيتس. دايجنوزس طبعا ان انا بعمل سكويز اوت للكونتنتس بتاعت الباك البلاك هيد دي او السبيشس جلاند، بعصر الحبايه او بطلع الكونتنتس بتاعتها، واعمل لها اكزامينشن اندر الميكروسكوب فور ادلت ستيجز، او ان انا الاقي الستيجز الثانيه سواء اللارفا او النيمف مع الادلت، او الادلت لوحدها او اي ستيج ثانيه لوحدها. التريتمنت بديله سلفر اوينتمنت 15% او بنزايل بنزويت 25%. تمام. نيجي للسبيشيز اللي بعد كده اللي هي الترومبيكيولا اكاموشي، او بنقول عليها الريد باك او التشيجر باك. المورفولوجي بتاعها زي ما هي موضحه كده في الصوره، بتكون ريدش في الكلر، السايز بتاعها من نص لواحد ملي، والادلت ستيج بتاعتها دي حاجه بقى الادلت ستيج هنا في الترومبيكيولا لف فريلي اون ذا جراوند، يعني ده يبين لنا ايه او يقول لنا ايه، ان مش الادلت هي اللي كوز او ترانسميتد ديزيز، لا الادلت بتبقى موجود فري في اون ذا جراوند، لكن اللارفا هي اللي بارازايتس اون الفيرتبريتس اند مان كوزنج ديزيز، يعني ديزيز اللي بتعمله الترومبيكيولا او بتعمله ترانسميشن بيبقى عن طريق اللارفي مش عن طريق الادلت. واللارفي دي بتكون زي ما في الصوره كده، بتكون اوفال ان شيب وذ 3 بيرز اوف ليجز. تمام. وبرده الميتامورفوزس بيكون جرادوال، ان الايج تدينا اللارفي واللارفي تدينا النمف، وبعد كده يدينا الادلت ستيج. طيب الميديكال امبورتنس، احنا في الساركوبتس قلنا ان هي كوز الاسكيبس، وفي الدومودكس قلنا كوز الاكني، هنا بقى في الترومبيكولا لها تو ميديكال امبورتنس، كوز ديزيز وترانسميت ديزيز، تعمل ايه او كوز ديزيز اسمه تشيجر درماتايتس. طيب قلنا اللي بيعمل الديزيز اللارفا ولا الادلت؟ لا اللارفي هي اللي بتعمل الديزيز. بتعمل الديزيز ازاي؟ ان هي اتاتش ذم سيلفز تو ذا سكين اور تو ذا بيز اوف هير فوليكل،
then secrete salivary juice producing severe dermatitis. The lesion appear first as red elevation on the skin زي ما هو باين في الصورة كده تمام، وبيكون مصحوب معاه painful pruritus. Then a will develop around a red elevation ده and skin become excoriated، يعني بيحصل لها زي قشط او تتشال او كده، وفي الاخر بيطلع لنا البستيول. الريجنز commonly affected الانكلز والليجز والاكسترنال جينيتاليا والجراين اند الويست لاين. تمام، طيب ده بالنسبه للديزيز اللي هي بتكوز لي اللي هو التشيجر درماتيتس. طب ترانسميت، ترانسميت ديزيز اسمه السكراب تايفس، الاورجانيزم المسؤول عنه اللي هي الريكيتسيا اورينتالس، يبقى دي تخش تبع الريكيتسيا ديزيز اللي بترانسميتد بالارثروبودز اللي هم خدتهم في التكست، دي بتضاف عليها السكراب تايفس اللي ترانسميتد بالترومبيكولا عن طريق اللارفي برضو مش الادلت، والاورجانيزم بتاعها المسؤول عنها اسمه الريكيتسيا اورينتالس. تمام تمام، ونوع الترانسميشن بيكون ترانس اوفريان ترانسميشن، برضو تخش تبع الديزيز او تجمعات الديزيز اللي ترانسميتد بالترانس اوفريان ترانسميشن اللي انتوا خدتوها قبل كده. تمام اوكي، طيب الليجن بقى بيكون نتيجة البيتنج بتاع اللارفي، بيبقى فيه ألسر على السكن and red rash on the trunk. تمام، تريتمنت بديله الازيثروميسين، اعمله بريفنشن وكنترول ان انا استخدم ريبيلانت اجينست اللارفي ديت، واعمل اريديكيشن للرودنس. اخر سبيشيز عندنا في محاضرة النهاردة اللي هو الهاوس داست مايتس. يعني ايه هاوس داست مايتس؟ في باختصار كده دي مايتس، نوع من انواع المايتس تبقى موجودة في الدست اللي موجود في الهاوس. الهاوس داست دوت بيكون كونتين الالرجيك مايتس اهوت زي ما هو مكتوب. تمام، موجود في الدست بقى اللي موجود في الفلورز، في الفرنيتشرز، في البيدنج اللي موجوده في الهاوس. اي بيت؟ لا مش اي بيت، البيوت اللي متهويه كويس، بيخش لها الشمس كويس، ما فيهاش رطوبه عاليه، بتتنظف باستمرار، ما بتبقاش فيها انواع المايتس دي. طب في نوع معين؟ في انواع كتير. الموست كومن اللي موجود والموجود عندنا هنا في ايجيبت هو الدرماتوفاجويد زفريني. تمام، و لما المريض بقى دوت بيجي شكوته الاساسيه الالرجي، عنده حساسيه، سواء الالرجي دي كالرجيك درماتيتس موجوده على السكين بتاعته زي ما موجود في الصوره تحت، او بيجي بالرجيك الرجيك مانيفيستاشن للشست نتيجه الشست افكشن، فبيكون عنده كف وسنيزنج وديفيكلت في البريثنج وويزي شست. تمام تمام، ده بالنسبة لمحاضرة النهاردة عن المايتس، محاضرة سهلة وبسيطة، أتمنى تكون المعلومة وصلت لكم كله تمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.